بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 98. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في باب الحجر، ومضى معنا الحديث عن المفلس وقوله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد، تقدم الكلام في الحلقة السابقة عن معنى الحجر وأقسامه وأقسام المدينين، ووقفنا على القسم الثالث الذي هو موضوع هذا الباب، وهو المفلس. والمفلس هو من ماله دون ما عليه من الديون، يضيق ماله عن ديونه، هذا هو المفلس. سمي مفلسا لأنه أصبح يتعامل بالفلوس لقلة ماله، فهذا إذا طالب غرماؤه أو بعضهم بالحجر عليه فإنه يحجر عليه، بمعنى أن الحاكم يمنعه من التصرف في ماله لأجل حظ الغرماء. نعم. قال: ويستحب إظهاره. إذا حجر عليه الحاكم فإنه يستحب إظهار الحجر بأن يعلن عنه، حتى لا يغتر أحد بالتعامل معه وهو محجور عليه. نعم. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. يتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام. الحكم الأول أنه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، فلو باع بعض ماله أو وهبه لأحد أو اشترى بما عنده من النقود، اشترى به سلعة، فإنه لا يصح التعامل معه إلا لمن كان يجهل الحجر عليه، لأنه ممنوع من التصرف في ماله. فمن تعامل معه وهو يعلم أنه محجور عليه فإنه لا يصح تصرفه معه في المال، وإنما يصح في الذمة، في ذمة المحجور عليه. نعم. ولا إقراره عليه. نعم. قال: ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره، وإلا فلا. نعم، هذا هو الحكم الثاني من الأحكام الأربعة المتعلقة بالحجر على المفلس، وهو أنه بعد الحجر عليه، فمن باعه أو أقرضه شيئا بعد الحجر وكان يجهل، كان يجهل أنه محجور عليه، فإنه يرجع بماله الذي باعه عليه، ويكون أحق به من الغرماء، بشرط أن يكون ماله لم يتغير لا بزيادة ولا بنقص، وبشرط أن يجهل الحجر عليه، فإنه يرجع بعين ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله عند رجل قد أفلس، أو من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. نعم. قال: وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح. ف
فمنعه من التصرف إنما هو في ماله الموجود، أما أن يتصرف في ذمته بأن يقر بدين أو يستدين في ذمته أو أقر بجناية توجب قودا أو توجب مالا، فإنه يصح تصرفه في ذمته لأن ذمته صالحة للتصرف، ويطالب به بعد فك الحجر عنه. نعم. قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع، أي بما لزمه من تصرفه في ذمته، لأن ذلك حق عليه وقد زال العارض وهو تعلق حق الغرماء بماله، زال بفك الحجر عنه. نعم. قال ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. هذا هو الحكم الثالث من أحكام الحجر على المفلس، أن الحاكم وهو القاضي أو ولي الأمر يبيع مال المفلس ويقسم ثمنه على غرمائه بالحصص، بأن تجمع ديونهم، يعني تجمع ديونهم ثم ينسب دين كل واحد إلى مجموع الديون ويؤخذ له من مال المفلس بقدر نسبة دينه إلى ديون الغرماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا يحل مؤجل بإفلاس ولا بموت. لا يحل الدين المؤجل بالفلس، يعني إنما ينظر إلى الديون الحالة هي التي ينظر فيها الحاكم، وأما الدين المؤجل فإنه لا يدخل مع الغرماء، لأن التأجيل حق للمفلس، فلا يزاحم الغرماء وهو دينه لم يحل بعد. نعم. إن وثق ورى قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت. ولا بموت، لو مات المدين وعليه دين مؤجل فإنه لا يحل بالموت، بشرط أن يوثق الورثة برهن أي وثيقة يستوفى منها عند الحلول، لأن الرهن كما سبق هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أو يوثقون بكفيل ملي أي باذل عنده مال وعنده القدرة على التسديد وليس هو مماطلا، فإذا وثقوا بكفيل يتصف بالملاءة وهي المال والتسديد فإنه لا يحل الدين الذي على الميت. أما إذا لم يوثقوا برهن ولا بكفيل فإن الدين الذي عليه يحل ويؤخذ من التركة ويسقط الأجل دفعا للضرر عن الداين لئلا يضيع حقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال إن وثق، قال ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو بكفيل مليء. نعم، لعدم الضرر. نعم. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. وإن ظهر غريم أي دائن بعد القسمة، قسمة مال المحجور عليه، ولم يعلم بهذا الغريم، فإنه لا تفك القسمة التي حصلت، ولكن يرجع على الغرماء بقسطه من الدين، بأن يؤخذ من كل دائن بقدر ما يلحقه من دين الغريم الجديد الذي لم يتبين إلا بعد القسمة، ولا تنقض القسمة السابقة. نعم. قال ولا يفك حجره إلا حاكم. نعم، لأن الحجر إنما ثبت بحكم الحاكم فلا يرتفع إلا بحكم الحاكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل. نعم، انتهت أحكام الحجر على المفلس أو المحجور عليه لحظ غيره. نعم. انتقل إلى الحجر على الإنسان لحظ نفسه. نعم. قال ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم.
نعم يحجر على السفيه وهو الذي يتصرف في المال تصرفا غير رشيد، يضيع أمواله ويبذر أمواله، هذا هو السفيه من السفه وهو الخفة في العقل. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالسفيه هو خفيف العقل، وخفيف العقل إذا كان عنده مال فإنه يتصرف فيه تصرفا في غير مصلحته، بل بما يضر المال من غير مصلحة، فهذا يحجر عليه. وكذلك الصغير الذي دون البلوغ أيضا يحجر عليه لئلا يفسد ماله. وكذلك المجنون وهو الذي غطي عقله بسبب مس الجن، فهذا يتصرف تصرفا في غير صالحه ويتلف ماله، فلذلك يحجر عليهم لحظهم، أي يكون الحجر من أجل مصلحتهم لا لمصلحة غيرهم. والدليل على الحجر على هؤلاء قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فقوله ولا تؤتوا السفهاء، السفهاء جمع سفيه، وهو خفيف العقل الذي يبذر ماله من صغير أو سفيه أو مجنون. ونسب الله الأموال إلى المخاطبين، وإن كانت الأموال لهؤلاء المذكورين وهم السفيه والصغير والمجنون من أجل أن يحرصوا على المحافظة عليها كما يحرصون على المحافظة على أموالهم. وذلك مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن نفس أخيك مثل نفسك، يجب عليك أن تحافظ على نفس أخيك مثل ما تحافظ على نفسك، كذلك يجب عليك أن تحافظ على مال أخيك كما تحافظ على مالك. نعم، أحسن الله إليك. وقال سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، هذا هو اليتيم. ابتلوا اليتامى أي اختبروهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم. فدل على الحجر على اليتامى وهم الصغار. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه، وإن نعم أتلفوه لم يضمنوا. من باع على السفيه أو على الصغير أو على المجنون الذين لا يحسنون التصرف، فإنه إن وجد ماله لم يتغير عندهم فإنه يأخذه ويرجع به، ولا يصح البيع لأنه أحق به. وأما إن أتلفوه فإنهم لا يضمنونه، لأنه هو الذي سلطهم عليه، هو الذي سلطهم عليه، فلا يضمنونه من مالهم. نعم، ويلزمهم أرش الجناية. يلزم الصغير والسفيه والمجنون أرش الجناية، والأرش هو العوض، فإذا جنوا جناية توجب المال، كأن يقطعوا طرفا من أحد أو يشجوه أو يجرحوه أو يقتلوا نفسا، فإن غرامة هذه الجناية تؤخذ من أموالهم وإن كانوا قاصرين دفعا للضرر عن الآخرين. نعم، وضمان مال دفعا للضرر عن الآخرين، ولأن المجني عليه لم يفرط ولم يمكنهم من الجناية عليه فهم الذين اعتدوا عليه فلا يضيع حقه. نعم، وضمان مال من لم يدفعه إليهم. ويلزمهم ضمان مال من لم إذا أتلفوا مالا لأحد وهو لم يدفعه إليهم ولم يودعه عندهم فإنهم يضمنونه، لأن هذا من ضمان التعدي على أموال الناس، لأنه لا تفريط من المالك لحصوله في أيديهم بغير اختياره،
والإتلاف يستوي فيه الأهل وغير الأهل، كله يضمن لصاحبه. نعم. قال: وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. هذا ما يزول به الحجر على الإنسان لحظ نفسه. متى يزول؟ إن كان الحجر على صغير فإنه يزول بشرطين. الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني أن يكون رشيدا عند البلوغ، يعني يحسن التصرف. فإذا توفر الشرطان فإنه يدفع مال الصغير إليه. البلوغ بماذا يعرف؟ يعرف بعلامات، يعرف بعلامات. فالذكر يعرف بلوغه بأحد 3 أمور: الأمر الأول الاحتلام، إذا احتلم في النوم وأنزل منيا، أو جامع وأنزل منيا، فإنه يحكم ببلوغه، لأن الإنزال علامة على البلوغ. حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح، وذلك بالإنزال إما في اليقظة وإما في النوم، إنه يحكم ببلوغه لأن الصغير لا ينزل. الأمر الثاني الإنبات، إنبات الشعر حول القبل، الشعر الخشن إذا نبت حول قبله فإنه يحكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم على اليهود، على بني قريظة الذين خانوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، رضي الله. فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم، رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. فلما أرادوا التنفيذ كانوا يكشفون عن المؤتزر، فإن وجدوه قد نبت شعره قتلوه لأنه أصبح من المقاتلة، وإن كان لم ينبت اعتبروه من الذرية، يعتبر من السبي. فهذا دليل على أن الإنبات علامة على البلوغ. على البلوغ. العلامة الثالثة إذا بلغ الصغير 15 سنة، ما حصل من إنزال ولا حصل عنده إنبات، ولكن بلغ 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، يعني لم يرخص له بحمل السلاح لأنه صغير، وعرضت عليه يوم الخندق بعدها بسنة فأجازني، وقال ورآني قد بلغت، يعني فدل على أنه يبلغ 15 سنة، لأنه عرض على الرسول وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وبعدها بسنة أجازه. فإذا ضممت سنة إلى 14 صارت 15 سنة، فدل على أن الصغير يبلغ إذا بلغ سن 15، سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذه العلامات الثلاث يستوي فيها الذكر والأنثى: الإنزال، الإنبات، بلوغ 15 سنة. تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض، فإذا حاضت حكم ببلوغها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، يعني من بلغت سن المحيض. فإذا حاضت الجارية
فإنه يحكم ببلوغها، وأقل سن تحيض له الطفلة 9 سنوات، فإذا حاضت حكم ببلوغها. فإذا بلغ الصغير وانضم إلى بلوغه أنه رشيد فإنه يدفع إليه ماله، بقوله سبحانه: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع الأموال إليهم بشرطين: الشرط الأول بلوغ النكاح، والشرط الثاني أن يكونوا راشدين، فإن كانوا سفها لم يدفع إليهم مالهم، لأن المرتب على شيئين لا يتحقق بوجود أحدهما فقط، فإذا وجد البلوغ ولم يوجد الرشد فإنه لا يدفع إليهم مالهم. والرشد كيف يعلم؟ يعلم بأن يختبر عند المراهقة، بأن يعطى شيئا من المال ويؤذن له بالتصرف كما يأتي، فإذا ظهر رشده في المعاملة دفع إليه ماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل أو عقل مجنون ورشد أو عقل مجنون ورشد بهذين الشرطين أو رشد سفيه. عقل المجنون، عقل المجنون هو زوال الجنون عنه ورجوع عقله إليه، ويشترط أيضا مع ذلك الرشد. فمثل الصغير يشترط له شرطان: زوال المانع هو الجنون، وحصول الرشد فيدفع إليه ماله. نعم. أو رشد سفيه. السفيه قد يكون كبيرا فلا يقال بلغ، هو بالغ، ولكن يكون دفع المال إليه بشرط واحد وهو زوال السفه. نعم. قال: زال حجرهم بلا قضاء. زال حجرهم تلقائيا بلا حكم حاكم فيدفع إليهم أموالهم، ولا يرجع إلى الحاكم في ذلك لعدم الحاجة إليه. نعم. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. تزيد الجارية على الذكر بحصول الحيض، تشارك الذكر في الأشياء الثلاثة التي هي الإنزال أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة. صح. وتزيد علامة رابعة وهي حصول الحيض، فمتى حصل منها الحيض فإنها تكون قد بلغت، وأقل سن تحيض له الجارية 9 سنوات. نعم. وإن حملت حكم ببلوغها. إن حملت يعني ما ظهر منها حيض لكنها حملت، حكم ببلوغها، لأن الحمل لا يكون إلا من إنزال، لأن الله أجرى العادة أن الحمل يتكون من ماء الرجل وماء الأنثى، فإذا حملت فهذا دليل على أنها قد أنزلت فيحكم ببلوغها. نعم. ولا ينفك قبل شروطه. ولا ينفك الحجر عن الصغير والسفيه والمجنون قبل شروطه، وهما كما ذكرنا: البلوغ بالنسبة للصغير، وزوال الجنون بالنسبة للمجنون مع شرط الرشد، وزوال السفه عن السفيه. فإذا زال سبب الحجر فإنه يفك الحجر عنه ويسلم إليه ماله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف. الله جل وعلا اشترط الرشد. نعم. في دفع المال إلى المحجور عليه لحظ نفسه. فما هو الرشد؟ الرشد هو الصلاح في المال، فقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي صلاحا في أموالهم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالرشد هو الصلاح في المال. ما هو الصلاح في المال؟ قال: بأن يتصرف مرارا، يعني ما يكفي مرة واحدة. نعم. يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، فلا يغبن، والغبن معناه الخسارة، فلا يتصرف بخسارة باهظة،
أما الخسارة اليسيرة مما يتغابن في مثله الناس فهذا لا يعتبر قادحا في رشده. نعم. قال ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. ولا وكذلك من علامة الصلاح أولا أن يتصرف تصرفا لا يغبن فيه غالبا، هذا واحد. نعم. كذلك لا يبذل ماله في حرام بأن يشتري دخان أو يشتري مخدرات أو يشتري خمرا أو يشتري آلات له، فلا يشتري المواد المحرمة، فإن اشترى به مواد محرمة فهذا دليل على أنه غير رشيد. نعم. أو في غير فائدة. أو أمر ثالث وهو أن ينفق ماله في غير فائدة، كما ذكروا أنه يشتري طعطعان أو يشتري أشياء بمال ثم يلعب بها ولا يستفيد منها، هذا دليل على أنه غير رشيد. نعم. في هذا الزمان قد يفعل هذا ابن 18 والعشرين. إيه ما أقول إذا فعل يحكم أنه لم يكن راشدا فيدفع عليه مال. إذا كثر منه هذا نعم. يحكم بأنه غير رشيد ويحجر عليه، أما إذا فعله بعض المرات إنه يأثم ولا يحجر عليه. نعم. قال ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. نعم، لأن الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، وذلك عند المراهقة، بأن يعطى شيئا من المال ويؤذن له في التصرف ويراقبه وليه، فإن كان تصرفه تصرفا رشيدا فإنه يدفع إليه المال، وإن كان تصرفه غير رشيد كما سبق لأنه يغبن كثيرا أو يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة فإنه لا يسلم له ماله وإن بلغ، وينتقل من حالة كونه صغيرا إلى كونه سفيها، فيستمر الحجر عليه ولو مضى سنين عليه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله بن عريف الحربي. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.